السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناتي. معكم عواد محمد رضا. في نوفا الفيديو نتمنى لكم راكم بخير بصحه جيده. شكرا اصدقائي على الدعم المتواصل تاعكم، ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تتمنى. الجديد معنا في القناه نقول لك مرحبا بك في قناتك، من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. خوتي اليوم اربعاء 13 جويلية، اليوم عيد ميلادي، راني قفلت 28 سنه الحمد لله يا رب. الساعة درك 12 عليقة تيوني، راني خدام حتى على 8 تاع الصباح نخرج. اللي يقول لي رضا واش تخدم؟ راني نخدم اجون سيكوريتي. اجون سيكوريتي نخدمو 24 ساعة ونرجعو 3 ايام. سما دخلت يوم الثلاثاء على 8 تاع الصباح، نخرج يوم الاربعاء على 8 تاع الصباح. قلت ندير لكم فيديو تشوفو كيف ما فوت لا جورني تاعي كامل واش ندير فيه. هكذا خرجت درك ندير لكم فيديو تشوفوا المنظر في الليل كيف ما سما البلاصه اللي نطلع عليها ونرجع لك. اوكي، واش رايكم في المنظر؟ فور على بالي عجبكم الصباح بعد نزيد نصور قدام ما نروح ما نخرج منها، نزيد نصوركم على بالي تعجبك. والله منظر فور وزيد كالم، كارتي اللي هنا كالم، طلع على البور على الكيف تقري قيتيوني رايح الروبوزي شويه بعد حتى كيد الصبح نوض نصلي الصبح وزيد نبقى تعلق روحي حتى على 8 نروح ان شاء الله نفض من الخدمه. زيد تشوفوا معاي كيف ما فوت لا جورني تاعي كامل. جوني تعبان نطلق روحي ان شاء الله حتى للصبح نوض نصلي الصبح ان شاء الله ونعاود سيد الروبوزي حتى 8 نروح نروح. الحمد لله يا ربي، خدمه حلاليه ورزق حلال واكسبيريونس مليحه، تجربه مليحه استفدت منها، ربي رزقني ورزقكم ما خير ان شاء الله. المهم خوتي خدمه تخدم خير من اللي تريح في الدار ما دير والو، وانا الحمد لله يا ربي فضلوا لي ماج ونفض سما عقد عمل بربع شهور برك، سما شهر جويلية هذا ان شاء الله هو الاخير. ربي يرزقنا ما خير، ربي يرزقكم ما خير ان شاء الله. صبروا وصفيوا نيتكم ورديوا ولديكم ان شاء الله ربي يرزق الجميع ان شاء الله. ما تنساوش خوتي زياده الصبح الصبح نوض صليوا في وقته من فضلك، كان نرتاح شويه من بعد كي يدنا الصبح نوض. هيا خوتي من بعد ان شاء الله تلاقاو في الصبح. خوتي تقبل الله صلاة الجامعة، ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تمناه ان شاء الله. والله يا خوتي اجمل شعور تبدا يومك بصلاة الصبح في وقتها، ربي يثبتنا وربي يفرج علينا يفرج على الجامعة ان شاء الله. ديما نهضرها ونعاودها خوتي من فضلك من فضلك من فضلك، الصبح صليوه في وقته وادعيو لنا معكم وربي يحفظكم. خوتي صباح الخير، نهاركم زين، يوم موفق للجامعة ان شاء الله. تفوتوا جورنية مليحة، ربي يعاون اي واحد راه يخدم اللي ما يخدمش يقول لك ربي يرزقك صبر ان شاء الله. منظر رائع. ما شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله بواش متمنيه ان شاء الله يا رب. تجوني شويه ونروح ما فضلش بزاف، نزيد نكملكم واش راح ندير كيما قلت لكم في لا جورني تاعي كامل. خوتي قاعدين عاد نفضيت الخدمه
رايح درك تبحر الساعه دروح للضا الجو على كيف. البلاصه اللي نخدم فيها قريبه للبحر، الحمد لله يا ربي حتى البحر بدل شويه الجو. جوني انا هبط في شارع تاع ماركاز بعد شويه بعد الروضه، الله موالف يا مات يا بعد نخدم بالاثنين فاض بثلاث كنا نخدموا نغطس لحد ثلاثة وخميس مع نفض من خدمه من نهبات نهبط للبحر. الحمد لله يا ربي واحد المهم كي نهضر رزق حلال هذيك هي المهم رزق حلال باش ما تمدش يدك ما تروحش تدي حاجه تاع الناس وربي يرزق الجميع. كما نقولوا والله كنت متمني واحد الحاجه بزاف بزاف نحققها ما كتشبش الله ان شاء الله في قادم ايام وجاي خير ان شاء الله نوصل حاجه بحايبها ان شاء الله يا ربي. واحد برك خوتي وفضكم تدعيونا معاك ربي يعطيكم ما تمنوا وما زال. هي خوتي والله روعة على الكيف. بعد ما فضيت شي بحيره دركا نروحو نشريو قاطو من عند كركاط ساعه نروح للدار. انا شي شي بحيره كيس كيس برك باش كيش نطول بزاف. خوتي وديما ديما نوصيكم على النظافه تاع الشواطئ، ديما تلقاهم نظيف خليوها نظيف من فضلكم واحترموا بعض احترموا بعض احترموا بعض. خليونا من الكلام الزايد خليونا من تظلموا فني ظلموا في بناتي ناس هكذا. خوتي مرحبا بالجميع البحر هنا وما حتى تاع واحد هكذا سيدي تاع الناس كان كملوا معي. خوتي هذا هو الفورني موراي تاع سكيتنا ربي يرزقني ويرزقكم ان شاء الله بخدمه هنا صالير مليح هنا ولا سوناطرا هنا ديما نهضرها ونعاودها. مناصب شغل كاينه كل شركه جيوا ما يدخلوش قليو مناصب لحبابهم اصحاب المعرفة. المهم خوتي صبروا برك ان شاء الله فيها خير ربي يرزقنا ان شاء الله. خوتي وحاجه حلوه قادر دير الخير دير الخير الدنيا الثانيه ما عندناش راح نديو معاه ما قادرش دير الخير ما ديرش الشر. هذا واش راح نقول لك ربي يعاون الجميع ربي قدرنا ان شاء الله خوتي كامل كامل. تمت المهمة بينا شاه درك واحد يروح للدار.
انا طلعت نعمل ميتيتي بزاف. خاوتي غنمشي نقلب نوصل للدار كاطو هو فرز معاها موناض كرو روبوزي نقولكم صحة بعد الغدا نروح نتزوج نمشي غطير نرتاح نرجع لكم ان شاء الله العشية. خوتي صح غداكم ربي يقبل صلاتكم اخواتي وني درك نروح نقيل خاوتي غادي نعاودو نوض من النعاس وانا نعاس مش قيلت من الثلاثة وانا مقيل للست ندير بكم جولة نكمل كم الفلوق تاع اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم. خوتي لي مورايا هذا هو الكارشي كنت نسكن فيه راتي ما كانوا يلعبوا بعد الدراري ما صورتش باش ما زاد كنا نلعبوا ديك من ديك الطيران الحمراء قريبه لينا. اما هذه دار جده اللي بابا اسمها لحقتش انا على جده جدي ما لحقتش عليه ربي يرحمهم في زوج يرحم موتانا ان شاء الله يا رب يكونوا من اهل الجنه. قلت لكم ديكم الطيران الحمراء خوتي هذه الطيرة الحمراء شفعت فيها لها كل جسم ان شاء الله يبارك مع مران غاشي هنايا اللي قدامها هنا الاولاد غادي نديرو في الترنو ربي يوفق الجميع. درك الوجهه نروح مون بليزون من دار جده تاع ماما ربي يرحمهم جميعا ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. شي قاعد يشوفني في الطلعة تاع مونبليزون سخانة واحد عيان ساقلت لازم يلاه نفرسها شي عين نوريلكم وين خلقت وين تربيت كنت صغير لي زوليفي قلتلكم دار جدة تاع بابا ومونبليزون دار جدة تاع ماما أنا نحكش غير على جداتي. من الباب خوتي الكحله هذه هي دار جدة ربي يرحمها دار خالي مون بليزون الله صعل الكيف الله فكروا الذكريات ربي يرحم جدة وخالي وجدي يرحم جميع موتانا ان شاء الله يا ربي كانوا من اهل الجنه. خوتي والحاجه المليحه في مون بليزون كالم
قريبه للبلاد والله فور صح ليها ليا بعد هبط للبلاد قريبه ليك البحر ليا مات فكرني اهم ومليحة ذكريات شي كذا والله مليحة ذكريات انا يوتيوب هذا مديرو ننفع بها الناس نزيد ذكرى ليا مرة ثلاثة نحبس ولا نعاود نشوف لي فيديو اللي كنت ندير الحمد لله يا ربي التوفيق للجميع. غادي نروح للدار باش فيها فوتوات تلقاهم في الانستغرام فيسبوك تيك توك غيخرجوا لكم هنايا انستغرام فيسبوك تيك توك راسلوني البرك ان شاء الله فلوق شي على اليوم ينال اعجابكم نروح للدار نرتاح نتعشى ونعس والله نتعب صح ربي يوفق الجميع ربي يحفظكم كامل خوتي الان وصلنا الى نهايه الفيديو نتمنى الفلوق تاع اليوم نال اعجابكم تاشبوا الفيديو خلي لي اعجاب وتعليق شكرا لنا من عيد ميلاد سعيد خليونا خوتي لبغا نقطه باش تطلع الفيديو بارطاجيوه مع فرقكم الاصدقاء جديد معنا في القناه شكون لك مرحبا بك في قناه من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس تصلك كل جديد ملتقانا في فيديو اخر نشوفكم ان شاء الله في رحمكم السلام عليكم.